موجز الرابعة من إنفجارات، أهلا بكم. في ضوء إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الأربعاء أن شحنات الغاز سيتم دفعها بالروبل، رفض المستشار كارل نيهاما الدعوات لمقاطعة الغاز الروسي ووصفها بأنها غير واقعية وخاطئة، حيث أن النمسا تحصل على 80% من احتياجاتها من الغاز من روسيا، والمناقشة وحدها تلحق الضرر بالنمسا وستؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة. ووفقا لبيانات من اتحاد الصناعات الأوروبية جيا، فإن مرافق تخزين الغاز في النمسا قالت أنها ممتلئة بنسبة 12.5% فقط. ووفقا لألفريد شتيرن المدير العام لشركة الغاز النمساوية OMV، بالطبع سنستمر في دفع تكاليف شحنات الغاز من روسيا باليورو وليس بالروبل، حيث لا يوجد أساس تعاقدي آخر لذلك. بسبب ارتفاع أعداد كورونا قررت الحكومة قواعد أكثر صرامة أمس الأربعاء، واعتبارا من اليوم ستكون الكمامة إلزامية في الداخل في جميع أنحاء النمسا على الأقل حتى 16 من أبريل، وسيتمكن المصابين بكورونا العودة إلى العمل والتسوق بعد 5 أيام دون اختبار إذا كانوا خاليين من الأعراض لمدة 48 ساعة، ولكن بوجود كمامة ويتجنبوا الأماكن المعرضة للخطر مثل المطاعم والحفلات. وستتمكن جميع المجموعات المهنية من إجراء الاختبار بعد 5 أيام، وإذا كانت النتيجة سلبية أو قيمة الفيروس CT-VERT المحسوبة أعلى من 30، فلا تنطبق قاعدة قيود المرور على الحياة الخاصة والالتزام بارتداء الكمامة. وفي الولايات النمساوية توجد لائحة خاصة لقطاع المطاعم والأحداث بداية من 100 شخص بدون مقعد مثبت، ويمكن للمشتغلين اختبار ارتداء كمامة أو دليل جيد 3، والتجمعات الداخلية أقل من 100 شخص فلا يلزم ارتداء الكمامة أو إثبات جيد 3. بعد عقود من التقشف في القوات المسلحة، تخطط وزيرة الدفاع كلاوديا تانر الآن لزيادة ضخمة في الميزانية وإنشاء صندوق حياد بقيمة 10 مليارات يورو للسنوات القليلة المقبلة، وذلك لإنهاء الركود الطويل في العقود الأخيرة وبالتالي تحقيق ميزانية دفاع غير مسبوقة، حيث أن ميزانية الدفاع في ذروة الحرب الباردة كانت حوالي 1.1% من الناتج الإجمالي. هذا سيفتح مجالا جديدا للجيش الذي تم تخفيض ميزانيته إلى 0.6% مؤخرا وبنسبة 1.5% من الناتج القومي اعتبارا من 2027، سيوفر حوالي 6 مليارات يورو سنويا. وقد أعربت معظم الأطراف السياسية مؤخرا عن دعمها للزيادة الكبيرة في الميزانية، ولم يتضح بعد ما هي المجالات في المقابل التي يتعين عليها التخلي عن الأموال. قال الاتحاد التجاري في النمسا أن جميع المنتجات اليومية تقريبا سيرتفع سعرها، وذلك بسبب قيام المواطنين في النمسا بشراء هذه المنتجات للاجئين الأوكرانيين بشكل كبير، مما جعل بعضها تختفي من على أرفف السوبر ماركت، ليظهر نقص في منتجات الألبان والسلع المعلبة ومنتجات النظافة النسائية. وفي الأسابيع المقبلة وبسبب اختناقات العرض المختلفة من المتوقع أن تختفي المزيد من المنتجات، وستتأثر المنتجات الحيوانية بشكل خاص بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة المنتجات التي ليست لها علاقة بأوكرانيا مثل القهوة والكيتشب والخضروات والفاكهة المعلبة.
وأشار الاتحاد أن الوضع الحالي للأزمة قد يعني أن الناس سيشترون على نحو متزايد، لذلك من المتوقع أن الخوخ المعلب والأناناس المعلب على وجه الخصوص سيصبح نادرا. كان هذا موجزنا، ونلقاكم على رأس الساعة 6 في قراءتنا الإخبارية الموسعة. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.